بالنسبة للتعديل الوزاري، احنا بصراحة كنا متفائلين ومازالين متفائلين، وعليها احنا قمنا نهار 28 اكتوبر ببعث واحد الرسالة اللي هنينا فيها الوزير الجديد على الثقة المولوية اللي حظى بها، وتمنينا له التوفيق في المهمة ديالو. ومن 28 اكتوبر الى يومنا هذا مازال ما تلقينا حتى شي جواب. اذا هاد السلسلة ديال الاضرابات جاية نتيجة لواحد التجاهل اللي مازال نهجه الحكومة في التفاعل مع الملف المطلبي ديالنا، واللي هو ملف مطلبي ديال الاطباء والصيادله واطباء الاسنان داخل المقيمين، واللي في الحقيقه كيقوموا بواحد الادوار جد مهمه داخل المنظومه الصحيه ديالنا، وحنا كنتمنوا ان الحكومه تاخذها بعين الاعتبار. بالنسبه للملف المطلبي ديالنا في عده نقط، النقط اللي عندها علاقه بالتكوين واللي هما في المركز ديال هذا الملف المطلبي، نطالب بتجويد التكوين من خلال وضع واحد الدفتر ضوابط بيداغوجيه للتخصصات الطبيه من اجل التجويد ديالها في التخصصات ديال طب الاسنان والطب وديال الصيدله. نطالب ايضا بتحسين التعويضات اللي كيتقاضاوها الاطباء والصيدله واطباء الاسنان داخل المقيمين، واللي ما كتعداش 3500 درهم بالنسبه للداخليين وبالنسبه للمقيمين غير متعاقدين. نطالب ايضا بخفض مده التعاقد الاجباري، ونظن انه ما كاينش واحد السبيل باش نحافظوا على الموارد البشريه سوى تحفيز وتحسين ظروف العمل.